حصيله بسم الله الرحمن الرحيم. اولا حصيله جد مشرفه، حصيله الحمد لله اللي تنفتخر بها هاد الست سنوات. الغرفه اللي كانت حامله ما حاملاش مشاريع، اليوم غرفه حامله مشاريع. الغرفه اللي كانت عندها ميزانيه ديال 4 مليون ديال الدراهم، الغرفه عندها ميزانيه اليوم ديال 18 حتى 20 مره الميزانيه اللي كانت عندها. هذه الميزانيه ما جاتش من فراغ ولا من عبث، هذه جات هذه الميزانيه اللي مرات من 4 ل 70 مليون ديال الدراهم، جات عبر افكار، عبر مشاريع اللي تبلورات وتبلورات باتفاقيات وتبلورات بالبحث عن شركاء وعن عن مجالس وعن اطراف اخرى اللي دعمت المشاريع ديالنا. الغرفه اليوم حملت مشاريع لا على الصعيد التجاري ولا على الصعيد الصناعي ولا على الصعيد الخدماتي. المشروع ديال فضاء المعارض اللي كان كفكره من 94 ملي كنا اقتنينا هذيك القطعه الارضيه واللي بقات جامده، احتاج الحمد لله هاد المجلس هذا ديال الغرفه ديال 2009 2015 واجتهد انه نخرجوا هذاك المشروع للوجود. يمكن ما وصلناش للمبتغى ديالنا، هذا واقع، ولكن انطلق المشروع ما بقاش جامد، انطلق بعض المكونات ديالو. المكون الاول اللي هو الاداره ديال فضاء المعرض، المكون الثاني هو فضاء التعشير. عندنا جميع الملفات التقنيه جاهزه، وعندنا مشروع متكامل، وعندنا الرخصه بالنسبه لكل المشروع باكمله، وهذا راه مكتب كبير. يعني تنتكلموا على هذيك لا تور ديال 20 طابق، اليوم راه مرخصه وغادي تكون ك ك ك ك ك معلمه بالنسبه للجهه ديالنا. هذيك عندنا ترخيص ديالها، هذه اللي بعض الاخوان تخصهم يفهموها. هذيك لا تور ديال 20 طابق غادي تكون اول تور في الجهه ديالنا في الفاش، وراها مرخصه وجميع المكونات ديال المشروع مرخصين. هذه مناسبه تنشكروا المجلس الجامعي اللي دعمنا اولا في الرخصه، دعمنا في الرخصه المشروع متكامل. اللي وقع انه الاخوان ديالنا في ذاك 2010 كانوا عندهم نظره اخرى بالنسبه لهذا المشروع في فضاء المعارض. تقول لك اودي حنا ما كناش معنا شركاء، لان مجلس المدينه كان داعمنا 30% ومجلس الجهه 30%، ما بغاو شركاء. وعاود جات سياق اخرى وخذات الوقت كثير، ومشات اتفاقيات ثنائيه وثلاثيه والتعقدات الاداريه، هو اللي جعل انه مجلس المدينه ما عطاش المساهمه ديالو ومجلس الجهه ما عطاش المساهمه ديالو. علاش؟ لان ما يمكنش شي واحد يعطيك المساهمه واتفاقيه باقي ما وقعش عليها من طرف وزير الداخليه. الاتفاقية اليوم في شهر فبراير عجت من وزارة الداخلية، موقع عليها، عاد وصلنا بها، كاتبنا احنا هاد الأطراف، ولكن نتمناو أنه اللي غادي يجي من بعد منا يمشي في هاد المنهاج. حنا خلينا له مشروع متكامل، مشروع كبير، نجدنا منه البعض، ونتمناو أنه هاد المشروع اللي الملف ديالو التقني، التكيبة المالية كلها جاهزة، يمشيو في هاد الطريق ديالو. مشاريع أخرى، المشروع ديال المنطقة الصناعية ديال بن سودان 25 عام تخبط في المشاكل. حنا اليوم الغرفة بشجاعة وبتفاني خدمت على هذا المشروع رغم التعقدات، وغادي نطلقوا إن شاء الله في الأشغال ديال إعادة الهيكلة وديال تعبيد الطرقات وديال الإنارة. المشروع ديال عين شباك، قطب صناعي كبير اللي حتى هو عرف انطلاقه في 97 ومشى، وكيف قالت كيف قلت في التدخل ديالي السيدة الكاتبة العامة، جبرت أن كادافر واحد الجثة، لكن هذيك الجثة جبرنا فيها شوية ووقفناها واشتغلنا فيها. اليوم الحمد لله الدراسة انقطعت الطريق ديالها، دراسة ديال القطب الصناعي، وفي 50 هكتار ديال القطب ديال الجلد اللي غادي يكون رافع التنمية بالنسبة للجهة ديالنا، اللي لوحده غادي يمكن نخلق أكثر من 40,000 منصب شغل واستثمارات كبرى. وجبنا دعم ديال إسبان أمين مليون ديال الدرهم، وعدينا 30 ديال الناس ديال الدباغة اللي تكونوا مجانا، مشى الطائرة والأوطيل والماكلة والتكوين مجانا. هذا كله ماشي حويجات ساهلين، ولكن تحسن لك الذي متعذب عليهم. المشروع ديال قشاريه الكفاح، وما ادراك ما قشاريه الكفاح، هذا مشروع كبير، وحنا عندنا الشرف انه تبلورت الفكره عندنا، وخذينا هذه الفكره وبلوريناها وجبنا لها دعم في الدراسه. اليوم الدراسه انتهت، واليوم تنشوفوا التركيبه الماليه، تنشوفوا المستقبل هذا المشروع الكبير، لان يعني بغينا ندخلوا فيه الاسواق المجاوره باش يكون عندنا لو فري غرون بازار ديال المدينه القادمه. الايماج ديال البازار ديال اسطنبول ولا التبريد في ايران ولا اذا هادو كلهم مشاريع كبرى. كنت اتمنى انه نقدم لكم بعض النماذج ديال شي، ولكن في هذاك الفوروم اللي عملنا ديال 20 ماي كانوا اوراش
ثلاثة الأوراش، منهم الوجه ديال التجارة وتكلمنا على القيثارية وعلى الفضاء المعرض، منهم الوجه ديال الصناعة وتكلمنا على عين شقاق وبن سودة، وكان الوجه ديال السياحة واللي كان حتى هو خرج بتوصيات مهمة. إذا الحمد لله هذاك الفوروم ذاك الملتقى الاستثمار اللي كانت النسخة ديالو الأولى في 20 مايو 2015، وغادي تكون النسخة ديالو في مايو السنة المقبلة، وموازن معاه بغينا نعملو إن شاء الله ودينا هذا العام ذاك المعرض ديال لو بيان ديال لا ديت اليمونتير التغذية، لأن تعرفوا أنه دابا الهاجس ديال كل شخص هو التغذية ديالو هو الصحة ديالو. بغينا أنه غادي يكون بدينا طرفنا فيه، ولكن طرفنا فيه بشكل صغير. بغينا إن شاء الله هذا الملتقى اللي غادي يكون كل سنه، رحنا عملنا هذاك المكتب ديال الحفاظ على الاستثمار الاوروبي شاتليت الترجمه ديالو بالعربيه، احنا تقدمنا لهم باش يكون الملك الصناعي والملك هذا، احنا تقدمنا لهم باش يكون هذا الملتقى الاستثماري يبقى كمكتب ديال الغرفه يكون الملك ديالها هي، وهذا المعرض ديال التغذيه وديال الصحه ديال المواطن اللي غادي يكون فيه. تعرفوا انه جاء ديالنا حنا عندنا الحامات، والحامات داخلين كلهم في الصحه ديال الشخص. عندنا هادشي دابا ديال التغذيه، عندنا هادشي دابا ديال لي برودوي ديال التيروار، والبرودوي تاع عندنا واحد 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 الثروه كبيره. اذا عندنا امور مهمه اللي يمكننا نشتغلوا بها واللي يمكننا نقدموها، وغادي يكون ان شاء الله ملتقى عالمي ماشي غير وطني.